أشرفنا اليوم على انطلاق الحملة التوعوية والتحسيسية ضد الآفات الاجتماعية والمخدرات من ولاية تندوف، والتي تمتد من فترة 19 ماي حتى 26 جوان، وهذا بمناسبة يعني اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار شباب يحارب المخدرات، وهذا بتضافر جهود جميع القطاعات يعني المعنية وخاصة بالتدخل في الوسط الاجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. العملية تدخل في إطار البرنامج المسطر من طرف وزارة الشباب والرياضة على المستوى المركزي، ومن خلاله على مستوى باقي الولايات على مستوى ولاية الوطن، وهذا يدخل أيضا في إطار البرنامج الذي سطر من طرف قطاع الشباب المستوى على المستوى المحلي، انطلاقا من العمل الذي تؤديه خلايا الإصغاء على مستوى المؤسسات الشبانية بما في ذلك الخلية الأم على مستوى ديوان مؤسسة الشباب. العملية تدخل في إطار محاربة المخدرات والآفات الاجتماعية، ناهيك عن المهلوسات إلى غير ذلك من الآفات التي تدخل المجتمع والشباب في ولاية تندوف. كل من يعني من أين ندخل إلى هذه المخدرات؟ لأنه لما نرى كل جهود الأسلاك الأمنية، جهود القطاعات العمومية بمختلف أطيافها، جهود المجتمع المدني بمختلف توجهاته. هذه الرسالة من عندي كشاب للشباب الجزائري. راه شوف السبور راه ما كاينش كيما السبور، راك لو كنت تشد في السبور وفي الصالة راك تبعد على المخدرات وتبعد على هاد الصوالح، وهاد المخدرات حنا راهو ضيعونا وضيعوا لنا اولادنا وضيعوا لنا ناسنا وضيعوا لنا حتى البلاد نتاعنا.